مكتبنا الوفية، مرحبا بكم في محل جلال الديكور. أمي الحبيبة الغالية، خالتي العزيزة، خالتي مدام، جدتي الحنونة، عمتي الأنيقة. الفيديو تاع اليوم هيكون مخصص في عالم البلاستيك. شوفي خالتي العزيزة، ربي يبارك ما شاء الله، وفر لك عدة أشياء جديدة. تابعي معي آخر فيديو راح نشوفوها بربي إن شاء الله كامل. كبداية نبداو بهذه العلبة اللي جبناها جديدة. شوفي ربي يبارك ما شاء الله، اللي عنده الوحدة تاعها فزت الفريجيدار، تجي من تحت تنظمي فيها أمورك وجاية شفافة، تبين لك واش حطيت. حاجة أنيقة ربي يبارك ما شاء الله. فيها اللي تجي غامقة كيما هاكا، وكاين اللي تجي واطية هاليك، يعني ربي يبارك ما شاء الله. إضافة إلى ذلك عندنا هذ العلب اللي تجي فيها شبكة، كش ما تقطري فيها، كش ما تحطي فيها. جاي سيدنا رمضان، ملزوم عليك ديري هذ العلب خالتي مدام باش تنظمي أموراتك. شوفي عندك هذه ضيقة، قادر في مكان من الأماكن تاعك يهز لك ربعة ولا خمسة وانتي نظمتي فيه. شوف هاو كيفاش يجي، يعني منظم ربي يبارك ما شاء الله، فكرة جديدة يعني ما شاء الله. هذه ثاني حاجة جديدة. وعندنا هذا السلل، كان ضيقة وكان يجي عريضة وكان يجي كبيرة خلاص هاديك ربي يبارك ما شاء الله. عندك هذه فيها الصغيرة المتوسطة وفيها حتى الحجم الكبير، اللي يحتاج حجم كبير راه متوفر هاديك. شوفي هذه ثاني فيها ليكولير. على كل حال قبل ما نكملوا الفيديو، راني تذكرت انت يا امي، انت يا غالية، انت يا عزيزتي، عيد كنا سعيد يا امهاتي، يا اختواتي، يا عماتي الانيقات، يا جداتي الغاليات، عيد كنا سعيد، وكل عام وانتم ان شاء الله بخير، وكل عام وانتم بالف الف الف صحة وعافية، وان شاء الله يا ربي ديما تكونوا انتم حاضرين معنا، باسكو انتم هما التاج تاع العائلة وتاج الدار، وانتم الاسرة، وانتم هما كل في الكل. ربي يخليكم ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي في قلوبكم كامل ربي يقضيهولكم. وانت ايضا يا عمي العزيز، نو مامو نهار اليوم كنت تقلشها بالماء، باسكو مع رمضان بعد هذيك هي بعد سما، مع رمضان جات مع عيد المراه لازم تقلشها. نقول لكم شكرا امهاتي، ومرحبا بكم ديما المحل راهو تاعكم، مرحبا بكم ديما على العين والراس. زيدوا روحوا نشوفوا علب صغيره كبيره متوسطه. شوفي يا خالتي مدام، هذه جي دو بياس، فيها دي كولير اون سي جامي، حبه دي دو بياس، كات بياس، كيما حبيتي. عندك هذو 3 بياس هاو ليك علب اللي نحتاجوها ثاني في رمضان. عندنا صغار متوسطين كبار كيما هكذا، عندنا ايضا امهاتي اكبر شوي هكذا، عندنا ايضا كيما راكي تشوفي خالتي مدام هذه العلب ايضا حجمها كبير. هاو كاين كيما هذو كادو بياس 35، يعني وكاين كيما هكذا اميره، فيهم بزاف الاحجام كل كاينه من الصغيره للكبيره، هذو كامل كاينين. عندك ثاني كيما هكذا، هذو يديروا 35 في 22 نف. كاين كيما هكذا، يعني ربي يبارك ما شاء الله. ها كاين ثاني هذا هكذا هذيك، شوفي هذه فيها واحد زوج ثلاث علب 10000 يديروا هكذا. كاين كيما هكذا، كاين بزاف اشياء في البلاستيك، يعني ربي يبارك ما شاء الله. كما يتوفر ايضا الباسينات، الكراسي، الطابوريات، كاين الصغار كيما هكذا طوال، وكاين القصار تاعهم هذو كيما هكا جاي شوي طويل. وعندنا كيما هذا هكذا، وفيهم ليكولير، يعني نويجيك شنوي خالتي مدام. عندك كيما هكا الباسينات تاع الغسيل، عندنا بزاف لي موديل، عندنا هكذا، عندنا تاع الشبكه، عندنا كيما هذو هكذا، عندنا فيهم هذو الصغار وكبار كيما حبيتي خالتي. سهام لك فيها صغيره متوسطه كبيره، ها لك فيها من الصغيره للكبيره. ها شاف انوي يجيك شنوي، نسخنوا فيه الماء كيما كستل، نسخنوا فيه الماء زيدي. واش عندنا ثاني من خالتي مدام؟ عندنا لي كيفات الصغار هذو، عندنا شياحه تاع السلاطه بلي موديل، عندنا هذه هكذا، عندنا الصغار، عندنا العلب الطويل هذه لحفظ اشياء كثيره، علب اخرى كيما راكي تشوفي مدام. العلب عندنا جميع الاحجام من الصغيره للكبيره، يعني ربي يبارك ما شاء الله. عندك ثاني هذه علب للتنظيم، ها مليك شوفي ربي يبارك ما شاء الله. هكذا ثاني هذو دو بياس، كاين يجيو 3 بياس، لل كاينين، لماعن كاينين، برقوة تاع التاي، هاد الطنجرات أيضا كاينة. شوفي خالتي مدام ربي يبارك ما شاء الله، هاملك هكذا خالتي العزيزة. بالإضافة إلى الأطباق راه مازال لي قام بكل راهم كاينين، هاملك لي قام كامل راهم كاينين ما شاء الله، هاملك ربي يبارك ما شاء الله. ها ما شاء الله، خيري واختاري ودي للدار، عمر دارك وزيد خبر جارك. لي موديل يعني ما شاء الله. امهات الحبيبات الغاليات العزيزات، كاين اشياء بزاف، الكاس انكسار ثاني راهو كاين، تيسان كيما هكذا، قهوه حليب مع بعضهم كاينين. عندك هذا البلاستيك كيما كنتو شفتو، يعني ربي يبارك ما شاء الله. حاميه الخضر تاع 360 متوفره، العلب هذه ثاني كامل جديده،
أمهات الحبيبات الغاليات العزيزات المتواضعات الجميلات، نقول لكم شكرا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.